نتبقى معك. انطلاق موفق أعزائي الجمهور والحضور الكريم، 13 من الجيادة العربية الأصيلة بانطلاق الجواد كحيل العين نايف بتال الاعتيبي من وسط الجياد، ومحاولات للحاق من قبل الجواد زعيم محمد أحمد سلمان الهجري وبريان أرفند ينجح بخطف الصدارة. الترتيب الثالث نشاهد الشعر الأصفر والأبيض والأزرق، ومن وسط الجياد محاولة للجواد سفير الهنا، وهناك الجواد أشوس عبد الله بن محمد عبد الله العطية وعبد الله فيصل. نقطة 1200 متر الجياد بشكل مثلث بصدارة كحيل العين، والوصفة مع الجواد زعيم ملك السيد محمد الهجري. الترتيب الثالث إعازات لملهب المقدام للسيد عبد الله بن علي العاطية وابراهيم نادر، تحركات للكاب الأبيض مطراش مربط العنود وأنس السيابي. نقطة 800 متر إعازات من الجهة الخلفية، ونشاهد الجواد مطراش بوضع اليد وإعازات لك حيل العين من الجهة الخلفية. السند يعطى الإعازات ناصر عويضة سالم الهجري وسفيان سعدي اتجاها إلى المنعطف الأخير. مطراش لا يزال في وضع اليد 400 متر على خط النهاية، مطراش في صدارة واندهان، محاولات وإعازات من الجهة الخلفية وتحركات من قبل الجواد العقال من الجهة الداخلية، ولكن مطراش والأمتار الأخيرة مربط العنوس وأنس السيابي بفارق الأربعة أطوال، محاولات للحاق من قبل الجواد السند، ومحاولة أيضا للجواد رقم يقود في الترتيب الثاني، وحمد سالم الغفراني المري وصالح المري. مبروك. And the official results for the first race of the day. The winner horse number 8, Mitarash. Owned by the Al-Anoud Stud, trained by the Anoud Khalif Al-Malki, ridden by Anas Al-Sayebi. Second horse number 6, Yakud, owned by Hamad Salim Al-Murray, trained by Ali Al-Murray, ridden by Saleh Salim Al-Murray. Third horse number 5, Mukabir, owned by the Al-Rakaban Stud, trained by Dr. Fahad Al-Hajri, ridden by Mohamed Musa. Fourth horse number 10, Mulheb Al-Makdam, owned by Abdullah bin Ali bin Khalifa Latia, trained by Hadi Ramzani, ridden by Ibrahim Nader. And in fifth place, horse number 1, Saned, owned by Nasir Awaida Salam Al-Hajri, trained by Hadi Ramzani, ridden by Sofyan Sadi.